طيب، حاجة مهمة جدا عشان بس الناس تبقى برضو عارفة ان انا برد عليهم. موضوع مهم، ممكن يبقى مش مهم بالنسبة لك بس هو مهم للجمهور. يعني موضوع اللبس. ايوه بالظبط، انا كنت عايز اسالك والله، كويس انك افتكرت. موضوع اللبس انت صرحت معايا هنا على التليفون انه قريب جدا. قريب جدا، وما رضيتش اقول ميعاد علشان انا بتربط من لساني زي اي حد مسؤول. يحترم الناس. خلاص، موضوع اللبس. اللبس وصل في مصر، هو في الجمرك، هو دلوقتي في مرحلة ان احنا بنخرجه من الجمرك، وفي مرحلة البرينتنج ان انت بتطبع الاسماء والارقام خلاص هتظهر بالاسامي كمان في بطولات معينه. في بطولات معينه، لان انت عندك في الدوري يعني الدوري المصري الرعاب شاريين الحقوق، لا شاريين الحقوق دي من كل من اهلي والزمالك حتى. يعني الظهر الفانيلا فوق بيشتروه. طبعا ده رقم كبير، يعني الرقم ده بيبقى معدي ال 20 مليون يعني. طبعا. فان انا مش هستحاله ان استغنى عن 20 مليون عشان احط اسم اللعيب. نفسي طبعا اصلا معروف ونجم وكل حاجه، نفسي اتحاد الكوره هو اللي ينظم الموضوع طبعا. ده، ان الاعلانات تبقى في حتت معينه عشان اللعيبه كلها تبقى بالظبط كلها لازم. موجود، مش تمام؟ عايز دي حاجه. تاني حاجه لبس ان شاء الله، يعني ماركه محترمه، ماركه محترمه. بس ده هيظهر في خلال الدوري، لكن امتى بالظبط؟ احنا الماتش الجاي امتى؟ الماتش الجاي عندك الخميس في الكاس، وبعدين عندك بعد كده اعتقد بدايه الاسبوع اللي بعده. مش هنلحق الماتش الكاس احتمال اول ماتش في الدوري. لا اكيد ماتش الاتحاد السكندري اللي جاي اللي هو في البطوله العربيه يوم 27. ده خلاص ان شاء الله اكيد. ده الاكيد، ده الاكيد. لان هكون انا بس عايز اطلع الحاجه بشكل يليق بالناس طبعا. دي حاجه. حاجه تانية بس مهمه جدا في موضوع اللبس، اخر حاجه. الناس لازم تبقى بس مفرقه بين حاجتين، بين ان هم نفسهم يشوفوا الزمالك او النادي اللي بيحبوه لابس اللبس اللي يليق بيهم. ايوه، اللبس اللي يليق بيهم الجمهور مش عارف يشتريه عشان غالي، فانت لازم تعمل يعني كاتيجوريز مختلفه. فيا ريت الناس بس تصبر عليا في الحته دي، لان انا بعمل حاجه ترضي كل الناس. الاول كفريق اللي انتوا نفسكم تشوفوه بلبس محترم هتشوفوه الشكل ده، وهيبقى فيه يعني انا بنعمل تعاقد مع شركه ان هي يبقى فيه تعاقد 3 سنين، بحيث ان مش كل سنه طبعا نستنى تغير وتعمل ولا غير، ولا ان انا استنى اللبس جاي امتى. خلاص في مواعيد معينه الحاجه جايه فيها. خلاص. والحاجه الثانيه ان انا عايز دلوقتي بنشتغل على الستور. ايوه، وان يبقى عندك، يبقى عندك في مصر ستورز عندي في سور نادي الزمالك. حلو. ستور الرسمي بتاع النادي، وان أيوة. الستور ده في الاخر يعني جمهور بيقدر يشتري كل الكاتيجوري بتاعت التيشيرتس واللبس بتاعه اللي هو نفسه يلبسه.